مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم الى عدد جديد من نقاط على الحروف. ارحب كذلك بزميلي سليم مجار وكذلك زميلي مروان الوناس، اهلا وسهلا بكما. سليم مجار العائد من كان مهرجان كان. نعم. وش اخر مستجدات في عجاله سليم؟ مهرجان كان هذا العام ما كانش كما سبقه، الافلام لم تكن في المستوى. معظم المتتبعين والنقاد اللي حضروا العروض متفقين بلي ما كانوش الافلام في يعني المستوى اللي كنا نستناو فيهم. نفس الشيء المشاركات العربيه. نعم المشاركات العربيه كيفاش؟ المشاركات العربيه لم تاخذ اي شيء. الفيلم الجزائري قنديل البحر وللاسف ما اخذش جائزه في لا كانزان دي ريزاتور. الفيلم المصري نفس الشيء. الفيلم نقدر نقولوا فيلم فرنسي من مخرجة مغربية فرانكو ماروكان اللي نالت الكاميرا الذهبية لا كاميرا دور، اللي هي هدى بنيامينا التي أخرجت الفيلم ديفين. لكن أنا حبيت نتكلم ونعطي يعني رسالة. أنا كي كنت في كان التقيت بشاب جزائري كان يشتغل هناك في بلدية كان، والتقى بيا وقال أني نتبع البرنامج وكان عرفك عرفني مشهور في كان. لا شكون كيما انت؟ الشيء اللي يهمه هو جائزة. اولا جائزة. هو اولا تشوفيها وفي كان ومشغول بالشغل تاعو، لكن مازال قلبه وعقله في الجزائر، وهذا يعني تحية ويتبع قناة الشروق، هذا شيء نعم. وتحية لعبد القادر ولاو يشوف فيها، يعطيك الصحة، يجو فو سويت بون كوراج. شكرا لك سليم. مشاهدينا الكرام نلتقي بعد قليل في أول فقرة، اللي هي اليوم راح تكون أول فقرة هي نقطة إلى السطر، أرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. قرابة 60 قناة تلفزيونية خاصة، منها فقط 5 قنوات لديها ترخيص للعمل والبقية لا تتوفر على ترخيص. هذه القنوات لتقريبا 55 قناة مهددة بالتوقف حسب تصريح للوزير الأول عبد الملك سلال. فما مصير كل هذه القنوات وما مصير المشهد السمعي البصري في الجزائر؟ للإجابة عن هذه التساؤلات نرحب بمؤسس أول قناة تلفزيونية خاصة في تاريخ الجزائر، الأستاذ علي فضيل، مؤسس قناة الشروق. أهلا وسهلا بك. أستاذ علي فضيل، أهلا وسهلا بك. أنت متواجد معنا لأنك مؤسس أول قناة تلفزيونية خاصة في تاريخ الجزائر. بداية، كيف تقرأ أو كيف قرأت تصريح الوزير الأول عبد الملك سلال مؤخرا فيما يتعلق بالقنوات الخاصة، اللي قال أنه حوالي 60 قناة، 5 فقط تحمل ترخيص، وبالتالي الباقية يعني الأعداد الكبيرة مهددة بالتوقف، كيف قرأت ذلك؟ مساء الخير الأخ ليلى، مساء الخير الأخ سليم والأخ الناس، مساء الخير الإخوة المشاهدين. فعلا استمعت إلى خطاب السيد الوزير الأول الأخ عبد الملك سلال، واستمعت الكلمات التي ألقاها في خطابه. هو خطاب يندرج في إطار فيما أعتقد في إطار ما كان ينبغي للحكومة أن تفعله منذ 4 سنوات. فيه الحكومة تأخرت في ضبط ساحة الإعلام السمعي البصري. احنا داخلين العام الخامس بالنسبة للشروق ولبقية القنوات، بعض القنوات كان المفروض أن الساحة هذا الإجراء نعم يكون في العام الأول أو على أكثر تقدير في العام الثاني من انطلاقة القنوات الفضائية الخاصة. ولكن يعني مهما يكون معليش، احنا مثلا في الصحافة المكتوبة أيضا عندما انطلقت في البداية انطلقت بكم هائل من الجرائد اليومية والأسبوعية،
وللأسف هذه الساحة بقيت كما هي إلى اليوم، إلى غاية الآن تقريبا أكثر من 150 جريمة. ويبدو لي الحكومة لم تستفيد من تجربة الصحافة المكتوبة. الصحافة المكتوبة نعم، يعني خلات الأمر أيضا على عواهنه منذ 5 سنوات. الآن صحيح هو فيه يعني هذا، حتى هذا الكم الهائل من القنوات اللي تنشط فيها غير 5 لمعتمدة، أما الباقي اللي هو حوالي 55 أو 60 قناة فتنشط بدون ترخيص بطريقة الأوفشور. أستاذ علي لو سمحت، يعني هذه القراءة اللي أعطيتها بأن يعني كأنه سبب هذا القرار هو سبب تنظيمي، يعني تنظيم قطاع السمع البصري في الجزائر الذي يعيش فوضى منذ 4 سنوات، لكن هناك قراءة أخرى لا أدري إلى أي مدى أنت تتفق معها، بأن الهدف هو هدف سياسي يتعلق بالتضييق على حرية التعبير وتقييد حرية الصحافة، هل تتفق أنت مع هذه الرؤية الموجودة الآن في الساحة الإعلامية في الجزائر؟ أنا لا أتفق مع هذه الرؤية، لأن أغلب هذه القنوات يعني إذا كان نحينا منها 4 أو 5 قنوات، ولكن أغلب القنوات هي قنوات إعلانات، يعني ماهيش قنوات يعني تلفزيونية عندها نشاطات إخبارية محترفة يعني. فوالا يعني اغلبهم تاع غناء هكذا يديروا تاع شعوذه ومش عارف كذا، تاع اشهار كذا، عقاقر وكذا يبيعوا في العقاقر والى اخره. فيهم حوالي 5 قنوات واعتقد 6 اللي قنوات يعني عندها برامج سياسيه وعندها نشرات اخبار الى اخره. وعندها هناك مصدر من وزاره اتصال تكلمت في جريده الكترونيه حول ربما اعتماد اكثر من 13 قناه، وحتى مركز تيديا اللي هو اللي يعطي 13 قناة جديدة أو بالخمسة يعني اللي بالخمسة اللي كاين يعني أوكي. تكون معتمدة 13 قناة حتى تيديا يعني المركز اللي يعطي لفيسو لسينيو التلفزيونات إشارات البث إشارات البث للتلفزيونات تكلم إلى 10 و11 قناة. ما رأيك في هذا يعني الكوطة؟ يعني أنا نشوفه ديجا الكوطة راهو مخدوم يعني لا ماشي مخدوم، هو لا يمكن انه هذه ال5 قنوات المعتمده دركا راح تلبي رغبات كل الجمهور الجزائري في مجتمع مترامي الاطراف في الجزائر، في تنوع ثقافي، تنوع سياسي الى اخره. فانا شخصيا مع اعتماد عدد اكبر من القنوات، سواء القنوات الموضوعاتيه والقنوات العامه، لان كل ما كانت فيه عدد كبير من القنوات كل ما التنافس يكون تنافس يعني في خدمه المشاهد، راح النوعيه تتحسن وايضا راح نلبي كل رغبات او اغلب رغبات المجتمع. طبعا كي نقول يعني انا مع اعتماد عدد كبير من القنوات، ولكن في اطار ضوابط مهنيه، في اطار القانون، في اطار انه هذه القنوات تحترم دفتر الشروط اللي راح يبدو لي صادقت عليه الحكومه هذه الايام، وكذلك تحترم اخلاقيات المهنه. هناك تكلم ايضا حول سكون ابل لي بوكي، يعني الشروق هي القناه الوحيده اللي عندها 3 قنوات، قناه الشروق، قناه شروق نيوز، وقناه البنا. يعني هل سوف يعاد الاعتبار في هذا البوكي هذا، خاصه انه قناه الشروق سيكون عندها اعتماد واحد للقناه؟ هو احنا هذه القنوات شروق نيوز وحتى بنا تي في هي فروع للقناة الأم، لكن تعتبر كقناة يعني، ولكن احنا من الناحية القانونية احنا نعتبرها فروع، وكان بعد عندما يصدر دفتر الشروط لكل حادث حديث. طيب بالحديث عن دفتر الشروط، يعني هل أنتم كرئيس مدير عام لمجمع شروق لديكم يعني ربما تطلعات من هذا دفتر الشروط؟ بأي طريقة تودون أن يكون هذا دفتر الشروط بما يخدم هذا التنوع في قطاع السمعي البصري ويحفظ القضايا؟ هو شوف، احنا قانون الاعلام السمعي البصري يصدر في قبل سنتين احنا كان عندنا عليه تحفظات، وتذكرون انه يعني اثير جدل كبير حول صحيح. بعض فقراته، ولكن صدق عليه، ونحن يعني مهما يكون مجبرون على ان نتكيف مع هذا القانون. طبعا سنبقى نناظر من اجل تعديل بعض نصوص بعض قوانين الفقرات تاعو، ولكن ملزمون اننا نتكيف مع القانون، لاننا نشتغل وننشط في مجتمع يجب ان يسود فيه القانون، حتى ولو كان عندنا اعتراض على بعض بنود هذا القانون.
بالنسبة لدفتر الشروط، أتصور أن دفتر الشروط راح يكون يعني طبعا مستمد من القانون، من قانون السمعي البصري، وبالتالي نحن نتوقع أن الشروط اللي جاءت في القانون السمعي البصري راح تكون متضمنة ضمن هذا دفتر الشروط. نتمنى فقط أنه يكون واقعي ويراعي واقع المشهد السمعي البصري في الجزائر، ويراعي ايضا التجربه نتاع 4 سنوات حريه التعبير كذلك. طبعا هذه اهم، هذه يعني مبدا مقدس، حريه التعبير يجب ان نحافظ عليها وان ننص عليها دفتر الشروط ضمن اساسيات العمل السمعي البصري في الجزائر. طبعا كي نقول حريه التعبير لا يعني حريه التعبير الفوضويه اللي فيها الشتم والقذف وتجريح. أنا ضد هذا المفهوم السيء نتاع حرية التعبير. حرية التعبير هي أننا ننتقد توجهات الحكومة، ننتقد سياسة الحكومة، ننتقد كل سلوكات الوزارة، تصرفاتهم في إطار نشاطاتهم العملية، لا نتعرض للأشخاص. ننتقد إذا كان هناك شيء يستحق الانتقاد، إذا كانت هناك أشياء تستحق الإشادة نشيد بها. طبعاً طبعاً بكل مهنية. ما نديروش نظارات سوداء ونشوفوا كلش سود، لا، فيه صحيح فيه سلبيات فيه نقائص، ولكن فيه أيضا أشياء إيجابية في البلاد، فيه إنجازات. طبعا يجب أن الإعلام سواء السمعي البصري والمكتوب أن يذكرها ويتعرض لها، يعني مش غير قال هاي كاينه سلبيات مشاكل وكذا. سي علي فضيل، يعني خطاب سلال يعني يأتي في يعني فضاء وين غايبة سلطة الضبط، يعني كل الكلام على سلطة الضبط، يعني نصب رئيس اللي هو ميلود شرفي ومن بعد تنحى رجع سيناتور، والآن رانا نتكلموا على زواوي بن ماضي كفتور يعني خليفة لميلود شرفي، لكن لحد الآن ما عدناش رئيس سلطة الضبط، وحتى السلطة يعني ماهيش حاضرة. يعني كيفاش ننظموا السمع البصري إذا أنا معك الأخ سليم أنه صح الحكومة تأخرت بزاف، يعني في نعم تأخرت في تشكيل هذه لجنة سلطة الضبط، وحتى وقعت يعني لو كانت سلطة الضبط كاينة ما تكونش هذه الفوضى في القنوات، وما تكونش هذه القنوات تاع يعني الابتزاز وتاع الشتم وتاع يعني يديروا اي نيمبورت كوا. الان يظهر لي حان الوقت انه سلطه الضبط هذه تشكل في القريب العاجل وتنصب وتباشر نشاطاتها وتبدا تنظم في العمل تاع القنوات الفضائيه. يبدو لي انه حسب المعطيات انه الاسبوع القادم راح تشكل عمليه. سامحني فقط سي استاذ علي فضيل، يعني الوزير الاول اشار بانه القنوات التي يعني ستعتمد وترضخ للقانون ستستفيد من مساعدات الدولة. يعني هل يمكن أن تكون هذه المساعدات مثل ما حصل في أوقات سابقة مع لاناب ومع شركة الإعلانات، يعني يمكن أن تتحول إلى أداة من أدوات الابتزاز وشراء الخط الافتتاحي والضغط والمساس بما كنت تقول بمبدأ حرية التعبير اللي هو مبدأ مقدس؟ طبعا هو في كل دول العالم القنوات الفضائية الخاصة لها دعم من طرف السلطة. في فرنسا موجود دعم للقنوات الخاصة، في أمريكا، في بريطانيا إلى آخره. طبعا هذا الدعم ضروري خاصة بالنسبة للقنوات الناشئة، وإحنا نعاني يعني حاليا نعاني مثلا في 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 ما يخص الإشهار، الإشهار، وفيما يخص أيضا الاشتراك في الساتليت، في القمر الصناعي، لأنه باش تدفع الشركات اللي تأجر لي فريكونس هذو في تضطر انك دير لاكروباسي باش تخلصهم الى اخره. يعني احنا ماذا بينا تكون تسهيلات. طبعا تكون موجوده هنا، تخلص بالدينار احسن، حتى التكلفه تكون اقل. طبعا التكلفه تكون اقل، طبعا طبعا، بالاضافه الى ايضا تسهيلات العمل الصحفي في الميدان، وكذلك بالنسبة للإشهار والضرائب، لأنه أي قناة ناشئة تعرف أنه قناة تلفزيونية ما تكونش يعني
عندها مردود الى بعد 4 أو 5 سنوات يعني من وجود، وبالتالي استثمار طويل المدى. طبعا طيله هذه الفتره راح تعاني، هذه القنوات راح تسوفري وتعاني من الاستثمارات هذه ومن المداخيل، ولذلك هنا الدوله لازم تتدخل كما راهي في الصحافه المكتوبه. صح، في التسعين بدا هكا الامر. صحيح بدا هكا بهذه الطريقه. نعم، وان شاء الله فيها خير. نعم استاذ علي فضيل، لما قررت خوض هذه المغامرة وتأسيس أول قناة تلفزيونية خاصة في الجزائر، حقيقة لم تكن هناك قوانين تنظم هذه العملية، وهي لحد الآن هذا الوضع رانا نعيشه إلى غاية اليوم. لكن هل تتفق معي أنه لولا تلك الخطوة لما استطعنا أبدا أن نؤسس قنوات خاصة في الجزائر؟ نعم، هو عندما احنا قررنا في نوفمبر 2011 انه اطلاق اول قناه فضائيه خاصه بالجزائر، وخرج هذاك الامير تاع الشروق تي في اتسيترا، ولا واحد اتصل بنا، يعني من ثم كانت الركبه مايله. لا مسؤولين لا ما كان ولا الا بعد تقريبا شهر. ما على بالهمش بلي قناه جزائريه. يعني لم بعد حوالي شهر من حتى كتبت الصحافه باللي اول قناه جزائريه وكذا باش بداو واش كاين. سمعنا بها يعني كنا في الخارج وسمعنا بها نعم يعني بعض لم يصدق. صح، هي الحق كانت مغامره، لانه كانت مغامره وجراه، لانه بعد 50 سنة تقريبا في الوقت هذا، 50 سنة من احتكار بالرغم الدولة. من انه ما كان حتى قانون ولا حتى ما كان حتى قانون. كان خطاب تاع رئيس جمهورية في عرب النية بفتح القطاع، هناك نية فقط. صحيح، ولكن ما كان ولا قانون ولا إجراء ولا، يعني كانت مفاجأة، والحمد لله يعني المفاجأة هذيك يعني كانت أتت ثمارها، لأنه بعد تقريبا 3 أشهر ولا 4 أشهر كثير من القنوات من بعد زادوا. ولو انتظرنا القانون لما استطعنا أبدا. صحيح، بعد ظهرت الجزائرية وظهرت النهار وجزائر تي في وإلى آخره وهلوما جرى، يعني احنا من بعد شجعنا كي شفنا القنوات زادوا خرجوا إلى آخره شجعنا، ولذلك أنا مع وجود عدد كبير من القنوات. يعني انت هو السبب في كل هذا. فتحت المجال. فتحنا المجال ان شاء الله في مجال تخيل يعني. في هذا المجال سي علي فضيل، يعني بصراحه هناك الكثير من الانتقادات للاعلام الجزائري بشكل عام والفضائيات بان غياب احترافيه وغياب مهنيه، هناك يعني سوء اداء اعلامي. انت كيف تقيم بشكل عام يعني اداء الاعلامي؟ لا لا. انا ضد هذا الكلام. ايوه انا ضد، انه صحيح انه التجربه جديده حديثه صح فتيه، ولكن الحمد لله يعني الان فيه نجوم في الصحافه في الاعلام ما شاء الله، سواء في الشروق او في غيرها من القنوات الاخرى، فيه تقنيين يعني ما شاء الله اكفاء، ويعني تستطيع ان تفتخر بهم امام القنوات الاجنبيه. في حصص كثير من الحصص ايضا عندها نسب مشاهده عاليه. صح، لا نسب مشاهده، وثم شوف لي زوديونس، يعني شو كي تشوف الاخر باللي تلقى باللي القنوات الخاصه هي تحتل المراتب الاولى في نسب المشاهدات، يعني تتفائل خيرا. صحيح انا معك، فيه نقائص، فيه سلبيات كثيره في الاخر، ولكن هذه النقائص والسلبيات نرجعها الى بدايه التجربه. نعم، شكرا لك جزيل الشكر استاذ علي فضيل على كل هذه التوضيحات. مشاهدينا الكرام، نلتقي بعد قليل لنواصل نقطه الى السطر، ارجو ان تبقوا معنا. مشاهدينا الكرام، كنا تطرقنا في أعدادنا السابقة لقضية اختراع دواء مرض السكري من طرف الدكتور توفيق زعبيط. هذا الاختراع الذي لم نكن لنبثه أو نتبناه كقناة وكصحفيين وإعلاميين لولا تأكدنا من صفته العلمية والطبية، وتأكدنا من ذلك كذلك عن طريق وزير الصحة سيد عبد الملك سلال شخصياً. كذلك تأكدنا من النتائج الإيجابية التي بدأت تظهر على المرضى الذين تم تجريب هذا الدواء وتناولوا هذا الدواء. هذه النتائج اللي حتى وزير الصحة قال عنها أنها إيجابية. بعد استضافتنا لهذا الطبيب حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث تعرضنا نحن وحتى الطبيب إلى هجمات شرسة، هجمات في مواقع التواصل الاجتماعي.
وهذه الهجمات جعلتنا نشعر وكأن هذا الطبيب اخترع شيء مدمر للبشرية. على كل حال نحن لم نرد، لم يرد الطبيب كذلك، لأننا كنا ننتظر شيء معين سنعلن عليه لاحقا، لكننا دائما نتابع هذه القضية، نتابع نتائجها، نتابع تطوراتها. كان من المفترض أن يكون الطبيب توفيق زعبيط متواجد معنا، لكنه اعتذر في آخر لحظة نظرا لاشتداد الحالة المرضية لوالده، نتمنى له الشفاء العاجل، ووعدنا بأن يكون معنا الأربعاء المقبل في تسجيل هذا البرنامج الذي يبث سهرة الخميس. لكن سيكون معنا مفجر هذه القضية ومكتشف هذا الموضوع، الصحفي الزميل في شروق نيوز عمر بودي، الذي تناول هذا الموضوع وتابعه لعدة أشهر. تفضل عمر بودي. استنى عمر بودي، اهلا وسهلا بك. قبل ان اخذ معك الحديث، فقط دكتور توفيق زعبيط متواجد معنا عن طريق الهاتف. دكتور توفيق اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله. نعم دكتور توفيق، بدايه نتمنى الشفاء العاجل للوالد، هذا الوالد اللي كان من المشددين عليك منذ بدايه هذا الاكتشاف والبحث، انك ما تخرجش من الجزائر ويبقى هذا البحث وهذا الدواء هنا في الجزائر، نتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله. دكتور توفيق، بداية خلينا نعلن على واحد الخبر ومن بعد نروح نتكلموا في بعض التفاصيل. الخبر الجديد اللي كنا نستناو فيه هو أنه وزارة الصحة أعطت لك التصريح ببدء إنتاج هذا الدواء، لكن أعطت لك التصريح إنتاج هذا الدواء ليس كدواء دواء، ولكن كدواء مكمل لكي لا تدخل في بعض التعقيدات، خاصة وأن النتائج أثبتت خلو هذا الدواء من أي مواد سامة. هل تؤكد هذا الخبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أؤكد الخبر. نعم طبعا احنا انتظرنا التحاليل وانتظرنا التقارير ومشينا يعني بالطريقة العلمية، مشينا للوزارة الوصية، لنا جميعا يعني أي جزائري يقتنع الطب والله البحث في ميدان الصحة وصحة الإنسان والسكان هو يخدم على الوزارة الوصية، هذه هي وزارة الصحة. وهذا وجدنا احنا أنا كرئيس مخبر كباحث كمخترع يعني قديم، هذا سلف احترام نحطه في وزارة الصحة ويكلاسيوه سي دو كلاسي دو برودوي، يحطوا ميديكامون جو سوي بري، يحطوا ان كومبليمون موا جو سوي بري، يعني انا ما يعني ما جسمي ما يعني نمشي كما يستدعى. نعم يعني القانون الجزائري كاملا يتطبق يعني. نعم على كل حال احنا نباركوا هذه الخطوه الايجابيه، وهذا الخبر كانوا يستناو فيه الملايين تاع الجزائريين. هذا نعم هذه الخطوه اكيد راح تفرح الكثير والكثير والكثير من المرضى وعائلات المرضى اللي يعانيوا من هذا المرض. فقط دكتور توفيق، متى يدخل هذا التصريح اللي عطته لك وزارة الصحة؟ خلاص عطت لك التصريح باش تبدا تنتج هذا الدواء، متى تدخل في انتاج هذا الدواء؟ والله ان شاء الله في اقرب وقت ممكن، خاطر ناس مرضى معلقين امال كبيره على هذا الاختراع هذا الدواء، ولي انا شخصيا ان شاء الله أنا تكلمت وخاطبت المرضى وعاهدتهم أمام الله، إذا كان شفيته عاهدت المرضى أمام الله وقلت لهم هذه مسؤولية 11 سنة حادة على كتافي ونوصلها بإذن الله وفي أقرب وقت، ولكن يعني هذا موضوع مهم جدا وكاين طرق، إحنا كمخبر عندنا طرق باش نوصلوا هذا المنتوج يكون في متناول مرضى الجزائر جميعا. نعم وحتى مرضى العالم ما يكونش فيه يعني لاسبيكيلاسيون والله يكون فيه تغليط للناس، يعني هذا مشروع نقدر نقولوا ضخم حتى الدوله تكون داخله معنا ان شاء الله. ان شاء الله ورمضان من الممكن شهر ان شاء الله يلقاو في الفارماسي لا حد ربي ان شاء الله. انت تتفق معي يا دكتور توفيق انه هذا الدواء ليس دواء عادي؟
دواء اللي يعالج مرض السكري وليس دواء عادي. احنا بعدين راح نشوفوا الوثيقه تاع تصريح وزاره الصحه، راهي موجوده، انت بعثتها للزميل عمر بودي، موجوده معاه. لما تجي ان شاء الله راح نتكلموا اكثر واكثر في هذا الموضوع الاربعاء المقبل. لكنك تعرضت لحمله انتقادات شرسه، هذه الحمله احنا كنا نتابعوها وكنا متاسفين عليها، يعني توصل باطباء انهم عوض انهم يحبوا يفهموا يحاولوا يفهموا اكثر عن هذا الدواء، ربما يتصلوا بك، ربما يعمقوا معك البحث، ربما يشوفوا هذه النتائج الايجابيه اللي احنا قاعدين نشوفوها ومتبعينها يوميا. انت تعرضت لهجمات من طرف اطباء مرض السكري، كيف تعلق على ذلك وكيفاش تعاملت معها؟ انا نعطيك، لكن لاحظت في الحلقات الاولى كنت نجاوب، تبعوا الحلقات الاولى كنت نجاوب على هذا التهجم، خاطر انا عشت هذه المراحل يعني من قبل. انا مقتنع تهجمت تعرضت للاتهامات يعني منذ سنين، من 1998 درت en 2000 j'ai enregistré, en 2004 j'ai fait le centre de recherche à Al-Haraj. Ces gens-là ont lié toute ma carrière. J'ai pas le droit de lever d'invention, mes produits étaient dans le bureau. Je défie quiconque, dire le contraire, j'ai des contrats, j'ai des gens. En tant que laboratoire innovant, je valérie, mieux de mieux, un an mortelin. Où on a marqué, où on a يدير لي زانفيستيغاسيون وهو المنتج، حنا لي بروديكتور، يعني سي تا لابوراتوار ما نقولو فريد من نوعه بقليل من نوعه، يعني مرينا الصدفيه شربنا المر، وانا تمنيت تكون مرضى الصدفيه اللي برا، هما الوحيدين في الجزائر في العالم في الجزائر اللي برا والصدفيه اللي منذ سنين. كانوا يقدروا يخرجوا ويناتوا لي كومبيتونس الجيريان. رايحين احنا نتبعوا سواء بجابت ماشي حاجه لعبه، سي دي باثولوجي كونفوندو، ويهضروا على الشهواده. انا واش نقول لك؟ واحد ما جا قدامي ولا جا لابوراتوار الا فولي كومبروندر ما شفتش. واحد ما اتصل بيا شخصيا ولا جا للمخبر. هذو راحوا للجرنان، راحوا للفيسبوك، راح مي نقول لك كاين اطباء اختصاصيين يعني في مرض السكري تراجعوا وجاو، ما نقولكش طلبوا السماح، مي اي سون كونفانكو ابري دونك نقولوا 3 موا راحوا لهم لي مالاد بلي ريزولتا وشافوا باللي حنا كونت اون دون ديكلاراسيون اون جو با لي شيف الجزائر لا ثم انه دكتور توفيق، ثم انه احنا رانا نتبعوا في هذه الحالات والنتيجه هي خير دليل، معناتها النتيجه لما لما بعد عده اشهر لما تبان نتيجه هذا الدواء هي راح تكون احسن رد على كل هذه الاتهامات، على كل هذه التهجمات. بالطبع وباذن الله. نعم. دكتور توفيق، انت راح تكون معنا الاسبوع القادم بحول الله ومعك الدواء. نعم نعم معك الدواء، وراح نتكلموا في بعض التفاصيل، وراح ربما نتمد كلمه للالاف والالاف والالاف من المرضى اللي راهم يستناو في هذا الدواء، وكلمه ربما تطمينيه، لانه حتى انت راك تتعرض لضغوطات كبيره. انا نتفهم انك تتعرض لضغوطات كبيره سواء في المنزل، على المحيط العائلي، يعني ربي يكون في عونك انت كذلك. لكن الأسبوع القادم سنتكلم في كل هذه التفاصيل. نشكرك جزيل الشكر. الأخت ليلى، نتفق كلمة. إلى شفتوا على ليميسيون الأولى هضرت على معالي الوزير عبد الملك بوضياف، إي فوزافي فو لا باتاي، خاطها وحده، خاطها وحده باه يوصل الدواء للناس. يفو لو ريميرسي السيد، يفو لو ريميرسي. أكيد أكيد. أنا سبقا كنت نعرف واش راح يصرى، أنفا جي أنتيسيبي، على بالي واش راح يصرى. المهم كثر خير وبارك الله فيه وكل أكيد هو مشكور لأنه تبنى هذه الفكرة وكان متأكد من النتائج، متأكد من فعالية هذا الدواء اللي قال عليه بالحرف الواحد أنه الدواء سيعمل ثورة في العالم. سيعمل ثورة إن شاء الله، وراح نشوفوا بعد سنين نشوفوا إن شاء الله. وكاين أخبار هنا والأستاذة، يعني أنا احنا رانا اون ديبوزي ان بروفي، راني ماشي في المرض اخر يعني اون اوتر باتاي، كاين دي سبيسياليست اخرين الى حبوا يسجلوا رواحهم.
ان شاء الله احنا 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 اكيد راح نكملوا معك هذا المشوار، لاننا احنا حتى احنا مطالبين، احنا يعني عبر الفيسبوك وعبر الهاتف اتصلوا بنا الكثير من المواطنين يطالبون ب بقيه الحكايه. واش هي بقيه الحكايه تاع هذا الدواء؟ احنا مطالبين باش نتبعوا هذا الموضوع. نعم مطالبين كذلك باش الاخ عمر يتبع الحالات اللي راهي تتناول في الدواء باش نشوفوا النتائج وين راهي واصله. عنده حاله راهي موجوده معنا جايه كشاهد، جاي شاب راح يشهد. هذه مفاجاه، انا ما نعلمش. انت ما تعلمش بها، راح تشوفها على الحصه مباشره، راح تشوف انه فيه شاب جاي يشهد تناول الدواء وكيفاش تغيرت حياته. وحنا رانا هنا ماناش نروجوا لشيء هكذا فقط، هي نتائج على الارض ملموسه. حياه الملايين ماذا ما يقولش الملايين، هذا امر من عند ربي يعني. نعم. ما يقدروش يوقفوا في امر من عند ربي سبحانه، هذه ترجع على هاد الناس. الناس ربي راح يفرج عليهم سبحان الله. النديات واحد ربما دكتور توفيق، ربما هاد الاطباء يتسالوا يقولوا بعد ما يخرج هذا الدواء واش هما كيفاش راحين يكملوا العمل تاعهم كاطباء في مرض السكري؟ العمل يا استاذ هذا الدواء مخصص للطبيب قبل المريض. انا نعاودها واحد، شوفي يا استاذه والله العظيم عندي دي بروغرام نجيبهم على الاربعه، اطباء في كندا وفي فرنسا خدمنا معاهم منذ سنين، نجيب لك دي بروغرام هما اللي ماشيين بالدواء هذا، وهما اللي شجعوني من الخارج، هما اللي صنفوه باش نمشي للنوبل ونجيب كل لي تيمونياج. الناس يحسبوا في انا جيت نط من الفراش وبتهرب. ان شاء الله جيب، احنا ماذا بينا دكتور جيب كل هاد الوثائق باش نطويو هذا الملف. نعم دكتور باش نطويو، وحنا حتى احنا نطويو هذا الملف وننتقلوا لخطوات اخرى، خطوه متابعه هذا الدواء كيفاش يصدر، كيفاش يتباع، كيفاش يتم تناوله، كيفاش واش هي النتائج تاعو. حنا كذلك عندنا متابعات راح ان شاء الله نقوموا بها. نشكرك جزيل الشكر، نتلاقاو بك الاسبوع القادم لاعطاء المزيد من التفاصيل، وتمنيتنا بالشفاء العاجل للوالد. بارك الله فيك. السلام عليكم. سلام. شكرا جزيلا. عمر، اولا عندك الورقه اللي بعثها لك الدكتور زعبيط حول التصريح اللي جاته لجهه من وزاره الصحه، تقول بلي انه هذا الدواء دواء ما يحمل حتى مواد سامه، ويقدر هذا الطبيب يبدا الانتاج فيه لكن كدواء مكمل. ويقول الدكتور انه تم الاخذ بهذا الدواء كدواء مكمل حتى يتجنب الكثير والكثير والكثير من العوائق. تفضل عمر. والله حقيقة هي معركة قدناها ومازال ماهيش باينة بلي حتخلص، ولكن الحمد لله يعني لما نشوفوا البداية في التحقيق ولا في الحصة في نقاط على الحروف، حان الآن الموعد باش نوضعوا النقاط على الحروف. الحمد لله لما نشوفوا الآن التقرير وصل، وحنا حتى كنا نتبعوا يعني أنت أستاذة كنا نتبعوا الموضوع، والآن كي نشوفوا كما قالوا كارت سير طابل كاين تقرير واضح. ولكن الوضع كان صعب تعرف سليم، وكأنه لست أدري، وكأنه هذا الطبيب عمل شيء مدمر للبشرية، وكأنه ما عملش شيء لينقذ به البشرية. خدمة للإنسانية. يعني تهجمات، حتى أنت يعني كاين قنوات خاصة هنا في الجزائر تنقلت للحالات اللي أنت قمت بالتصوير معها، وقالوا لهم شحال الشروق دفعت لكم الثمن من أجل هذه الشهادة، يعني وصلت بهم الدرجة لهذا المستوى. وصلت وأكثر، وصلت الأمور يعني الأمر ما ولا غير لا يطاق، ولكن الحمد لله ما فشلناش غير اخلاقي انا. هل تظن انه الحمله هذه كانت يعني مربوطه بلوبي، لوبي الدواء الانسولين؟ نعرف اذا السي زعبيط صاب دواء ليداوي يعني ضد الديابيت او مرض السكري، يعني نهايه الانسولين في العالم وحتى في الجزائر. هل تظن انه لوبي الانسولين هو اللي وراء هذه الحمله؟ انا حسب رايي التحقيق الاول اللي كان يعني في شهر ديسمبر جونفي كان مجموعه مخترعين وكان من بينهم توفيق، ولكن ما شافوش الحالات يعني ما شكلش خاطر في هذاك الوقت. الشريط الوثائقي اللي دبتوا على الحالات اللي لا راح نجي له يعني، ولكن الشريط اللي قمنا به اللي كان فيه حالات وكان فيه حوار مع الوزير الصحة. نعم، وكان فيه كذلك تطور إيجابي، كان تطور إيجابي وكان قوة تصريحات تاع الحالات.
وخاصة سند الوزير الصحة. وزير الصحة كان لهذا أعطى قوة للسيد عبيد. فيما يخص السؤال كان أكيد لما تشوف حالات تغيرت حياتها وكانت من سيء أصبحت تتكلم على أحسن وتقول لك نسيت الماضي، هنا كنا ننتظروا تكون معركة من هذا يعني. صراحة لما تشوف الطبيب ولا ما يقدرش يروح المنزل تاعو، الوالد تاعو كما انا نشوفه راهو في حاله خطيره يعني بعد ما تعرض لي يعني، كان كلام كثير في هذه النقطه، ولكن تعرضوا لضغوطات كعائله، هو تعرض كشخص وكعائله. اسمح لي برك يعني نقطه برك حبيت ناكد عليها، لما نشوف تصريحات يعني ربما نقدر نتفاهم الاطباء يشوفوا دواء يخافوا على صحه المرضى تاعهم، نقدر نتفاهمهم، ولكن تشكك في صحفي وتشكك في قناه وتقول دفع اموال يعني امر خطير. ما نقدروش حنا نمدوا الدواء للناس لو ما كانش عندنا ضوء الاخضر. ربما هذه الاوراق اكيد اليوم اللي صدرت من عند الوزاره يعني ورينا تقرير، ولكن كان عندنا امر من قبل، كان عندنا تطمينات باللي هذا الدواء ما يضرش، وسمعناها في تصريح الوزير يعني هذا الدواء. وهذا الدواء كذلك باش نكونوا واضحين ثاني، هذا الدواء مازالوا تحت التجربه، مازالوا يتم التطوير فيه اكثر واكثر. هو الشيء الايجابي يعني انه النتائج الاوليه إيجابية. جد ايجابيه. النتائج الاوليه ظهرت باللي هو منتج بيولوجي ويمكن يسوق من الان يعني كمكمل، وهذا راح يكون في صالح المرضى. ولا وحتى الطبيب قال لك تم التصريح به كمكمل، دواء مكمل ليس كدواء لتجنب الوقوع في مشاكل. طيب لأنه هذا اللي نحب نسال عليه عمار يعني باش يفهم المشاهد، ما معنى المكمل المكمل الدوائي هذا؟ بمعنى انه المريض يبقى يتناول دواء وبالمقابل يتناول هذا المكمل؟ هي النقطة تكلمت عليها أستاذ الآن يعني ربما كان ربما نخلي لك الجواب أفضل. لا هو لو نخلي الدكتور يجي هو يكون أفضل يصرح. الجاي راح يمد لك جواب شافي على هذا الموضوع، لكن لو تم أنا حسب ما فهمت لو تم التصريح به كدواء راح يمر بالكثير كثير من التعقيدات والعراقيل. طيب سؤال آخر يعني نزيد نجاوبك أنه تم التصريح به كدواء مكمل لأنه خالي من أي مواد سامة. هذا ضروري. أي دواء خالي من مواد سامة نقدروا نعتبره دواء مكمل. أنا نحكي لك يعني صوت الشارع، يعني الناس في الشارع في كل مكان يعني يحكموني بسبب هذا الدواء. يعني الناس غير مصدقة يعني كيف مخترع جزائري يخترع دواء أو مكمل من هذا النوع. يعني الأغلبية يقول لك سيقتل، هناك مافيا، ويذكرون لك حالات تاع عالم نووي باكستاني وإيراني وعراقي تعرضوا لاغتيالات، مافيا دواء في العالم لن يتركوا مخترع من هذا القبيل أنه يكتشف دواء يحطم الصناعة الدوائية والملايير دولارات اللي تربحها شركات الدواء عبر العالم، يعني ليس فقط الجزائر. الدكتور كان يقول أنه حتى في العالم يعني يمكن أن يصل هذا العالم، يعني تصور يعني حجم الخسائر. وأنا أكد لك أنه كاين شركات الكبرى أجنبية راح فيما بعد تتعامل مع يعني، لكن احنا مازال ما وصلناش. انا حب 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 عمر في هذه النقطة لو يعلق يعني حتى الناس تفهم يعني هذا الحديث عن يعني كانه لا يصدقون، لان الامر مثل هذا قد يعرض الرجل الى خطر الاغتيال والقتل. انا صراحة نقول لا يصدقون لانه جزائري، يعني عندنا فقدان ثقة في كل ما هو جزائري. ربما لو كان اسمه جون ميشيل ولا اسم اخر كان ممكن يكون احسن، ولكن الحمد لله انا نقول وجد سند سياسي اللي هو وزير الصحة عبد الملك بوضياف، وجد سند اعلامي اللي هي قناة الشروق. يعني ربما هذه الامور نذكر كنا في الليل في الصباح نتصلوا به، كان تهديدات يتراجع انا نروح نخرج من الجزائر، يعني كان ضغوطات كبيرة عشناها. انا ربما نتفكر بعض الامور اللي عشتها شخصيا نتأثر لما نشوف الناس واش قالوا في امور يعني درنا حاجه تاع خير، ما درناش حاجه صحيح قبل صحيح. شيء ما معليش شوف عمر نعم نعرف المشكل. انا يعني حاجه اللي حيرتني هي انه نتفاهموا كي يكون يعني طبيب ما عجبوش الحال كيصبنا الدواء الى غير ذلك بالك لوبيات اخرى، لكن وللاسف شفت جمعيات تاع مرض السكري كانوا ضد هذا الدواء. يعني انا شفتهم في تصريحات في التلفزيون ربما يكونوا مدعومين باطباء مدعومين يعني أطباء كي تشوفي جمعيات اللي هي همها تحوس يعني باش تصيب الدواء اللي يعالج الداء راهي ضده. يعني هذه ما فهمتهاش انا. هي انا نتكلم صراحه يعني جمعيه المرضى اكيد كان ربما بعض الجمعيات تكلمت في هذا، ولكن انا شخصيا وعندها والجمعيات تاع مرض السكري عندها يعني
السنة قوي يعني عندها تأثير لإنفليونت يعني. إنفليونت ولكن تكلموا مثلا أنا شخصيا تلقيت اتصال من عند رئيس جمعية مرضى السكري هنا بولاية الجزائر السي فيصل أحدالي صراحة شجعني بالعكس قال لي أنا رانا معاكم ورانا ننتظروا هذا الدواء يعني ربما ما نقدروش نعمو اكيد كاين اطراف اللي وراها اطراف اخرى تكلم في التلفزيون الجزائري تكلم اكيد قال انا ما نشك في هذا الدواء يعني. لكن هو طلب بعدم توقيف تناول الادويه الادويه تناول الادويه الاخرى بالمقابل يكونوا حذرين من الدواء يعني اسمع حتى الطبيب يقول لك توقف انك تتوقف على الانسولين سمعت ولكن تدريجيا كاين هناك حالات اللي نقصت الانسولين كثير راح نشوفوا الان حالة فارس اللي فات في التحقيق اللي عمله عمر بودي نشوفوا الآن حياته كيفاش تطورت هناك الكثير من الحالات هناك حالات أعقد من حالة فارس رايحين نتناولوها الأربعاء المقبل مع عمر نرحبوا بفارس اللي راح يحكي لنا على هذه التجربة اهلا وسهلا بك فارس ياك ما عطيناكش الدراهم باش جيت لا دراهم لا دراهم طيب انا امزح فقط انت راك تاخذ هذا الدواء منذ شهر كنت مريت في التحقيق اللي عمله عمر بودي كيفاش راك احكي لنا على الحاله تاعك كيفاش كنت وكيفاش وليت كشاهد على العصر كشاهد عيان على هذا الموضوع أولا بسم الله الرحمن الرحيم أولا أنا كنت مريض بالسكر حوالي 3 سنة بالسكر مريض حياتي كنت نعاني من مشكلة السكر هذا كنت يطلع لي بزاف السكر كنت عصيته كان يطلع لي دائما عيان دائما شغل كان مشاكل في حياتي يسمى السكر خلاني دائما مريض فوالا بعد ما استعمل الدواء هذا تاع توفيق صابط الحمد لله كاين امور بزاف بدات في حياتي مثلا كيما انا نخدم كاميرا مان كانت الاعراض تاع السكر ما تخلينيش نخدم في الخدمه تاعي نخدم في الخدمه تاعي ريغلو دائما عندي اعراض دائما عيني نعطش نفشل شكون ما كملش ميسيون تاعي كانسان عادي الحمد لله كي جربنا هذا الدواء هذا نقول عليه معجزه على معجزه لاخاطش بدل حياتي مقبل كيفاش كنت ودوك كيفاش وليت الان راك تحس روحك عادي تمارس حياتك عادي نحس روحي انسان اونتاكت كانسان عادي واحد اخر انت كنت تتناول الانسولين 3 مرات في اليوم نقصت الان تتناول مره واحده نقصت انا كندير خطره واحده بالانسولين بعد ما كنت ديت خطط في النهار 80 انيتي جوريا كومبليت انت الان راح تستمر على تناول هذا الدواء وتبقى دائما تستشير الدكتور توفيق ان شاء الله هناك حالات وقفت الانسولين احنا ماناش نقولوا هكذا باش نشجعوا الناس توقف الانسولين لكن احنا نحكيوا في الواقع نحكيوا في شيء موجود هناك حالات وقفت الانسولين لكن هذا يتم بالتشاور مع الطبيب دائما دائما اجراء تحاليل طبيه الى غير ذلك على كل حال لما يجي الدكتور الاربعاء المقبل راح نوضع معناتها نسلط الضوء على الكثير من الامور اللي راهي هي اسئله في اذهان المواطنين وفي اذهاننا احنا كصحفيين كاعلاميين نقطه فقط حبيت نوضحها فيما يخص الحالات يعني بعد تقريبا شهر ونص هو كان فارس اول حاله اللي بدينا معاها راحوا داروا لي زاناليست تاع 3 موا يعني حتى وين كان 3 اشهر مازال ما لحقنا لهمش ولكن حبوا يديروها لكل حاله تقريبا يعني ما عدا واحد لزوج مازال ما داروش نقصوا بغرام غرامين ومن بينهم فارس انا خاصني الاول كان عندي فلاش لوك كان طالق كان طالع لاسيتون وكعير تاع 3 موا تاع 3 اشهر كان 14.14 هذه افون ومن بعد كي استعملت دوم 5 ايام حبيت انا نزيد نعير لابورت وقلت لي نتعيط دوكا خاش قلت لي يطول باش تجي طاير لازم واحد الشهر ولا شهر ونص باش تعرف شحال هبط لك في لومو كي عيرت هبط لي بانغرام نعم
حبيت تكلمتي على استشارة الطبيب، أنت نعم. عندك طبيب خاص كنت تتابع معه صح؟ نعم. قبل المرض، كيف تناولت المكمل هذا؟ يعني كيفاش كان رد فعل الطبيب الخاص تاعك؟ واش كان تعليقه؟ يعني كيفاش استقبل التحول اللي صار في حياتك؟ هو من الأول رفض هذا الدواء، شخصيته قلت له يدي عندي واحد الدواء كذا كذا، أنبوحة، قال لي مديش دواء. علاش الدواء؟ الدواء هذا فيه كذا ومنه وخرافات وإشاعات، والدواء هذا ماكش منه، وتبقى بالأنسولين، دير الأنسولين تاعك. وتبقى ريجيم يسمى هذه واحد تسمى جاني من الاخر عطاني واحد تاعو انا رفضت واش قال لي درت الدواء تاعي هذا فيما بعد عاودت وليت له بعد ما تبدلت والله مو واحد ما حبش نولي ليه منو ليش لي لخات شويه كرد فعل تاعو تاع ما قابلكش هذه سير ما يقولها لي لكن المخبر لما ذهب للمخبر كانت ردت فعل يعني حاروا فيه كانه ماشي نفس الشخص اللي حتى كاين حالات اخرى اسمح لي كاين حالات في سطيف في ولايات اخرى يعني راحوا الاطباء تاعهم ما صدقوش الامر يعني ربما راح نحكي هذه النقطه ناكد عليها لانها بقات لي في راسي في الجلفه كان طفل فارس صغير اللي عنده 3 سنين راح دار لي زاناليز تاع 3 شهور يعني تخيلوا ربي هدي هذيك الطبيبه عطات له لي زاناليز غالطين هو كان عنده 9 وكي عطاو له لي زاناليز صاب 9.9 عيط لي باباه محمد وكنت عارفه بلي تناول الدواء شفته في الحصه قال لي عمر وليدي راه زاد في قال لي بصح انا شكيت غلط قلت له انا فشلت هذاك النهار ما نكذبش عليك قلت له عاود ولي وشوف يبان الغدوه من ذاك تنقل هو شخصيا للعاصمه وجاب لي ليزاناليز صابها كانت نفرغي لي كالك صابها 8 هبط يعني وهي من 9.9 يعني مجتمع يعني أنا آسفة أني أقول هذا لكن في مجتمعنا كاين الكثير من الحالات المريضة بالحسد بالغيرة لازم نخترعوا دواء يحارب الحسد والغيرة ضروري فارس كيفاش راك تشوف يعني المستقبل تاع الناس اللي عندهم هذا المرض هذا هل تظن أنه هذا الدواء راح يعالج كل المرضى ولا لازم العقلية تتبدل لازم الناس تقبل بلي احنا مخترعين تاع الدواء السكري فوالا انا نشوف فيها بلي هذا دواء هو دواء معجزة هو دواء يجم يبري صحاب السكر كيما انا كنت مريض بالسكر دوك انا الحمد لله بصح حتى مازال ما بريتش فارس مازال ما بريتش صح انا بالنسبة لي حالتك تحسنت كثير تحسنت على اللي كانت وكنا ندير خطة انسولين ونعيا وناخذ الخدمة تاعي فابون ندير وحدة وراني نشيط الحمد لله وانا بدا بلي الدواء هذا لازم 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 الناس يتقبلوا بلي الدواء هذا نافع هي المشكل ماشي في الناس المشكل في المشكل في الطب تاعنا الاطباء اللي متخصصين في هذا المرض اللي راهم البعض منهم او يعرقلوا البعض يعرقلوا على كل هو اكيد الحقيقه راح تبان واكيد النتائج راح تبان والشيء الباطل يبان والشيء اللي راه صح يبان انت اكيد راح تكمل في تناول تاع الدواء هذا ان شاء الله وندير لهم برهان ان شاء الله ونعود الحصه ونقول لهم باللي نعم ولازم تتبع تشوف طبيب ان شاء الله ان شاء الله انت راك في اتصال مع الدكتور توفيق ولكن لازم يكون عندك طبيب تاعك اللي يتبعك عمر واش تقدر تقول؟ انا واش نقدر نقول الكلام اللي قالوا درك في الاتصال الهاتفي طبيب لا انا شخصيا لما قاله لي يعني خارج الكاميرا كي قال باللي الدواء راح يخرج بعد رمضان انا هنا شغل الحمد لله نعمه ولا غير نعمه تنسى هذاك الامور تنسى هذاك الضغط وربما نطلب سماح فقط اللي بعثوا لي ميساج فيسبوك كانوا بزاف بزاف لي ميساج ما جاوبتهمش هاد الايام ولكن خليتها لهم مفاجاه باش وضعنا النقاط على الحروف وراح نوضعوها اكثر لما يكون معنا الطبيب لانه كان من المفروض يكون معنا ولكنه في اخر لحظه اعتذر لاسباب مرض والده ولما يكون هنا اكيد راح الكثير من الامور راح تبان وتظهر نتمنى لك الشفاء العاجل فارس مشاهدينا الكرام نلتقي بعد قليل في فقرة بين قوسين أرجو أن تبقوا معنا عمل سينمائي كبير يروي حياة الشهيد البطل العربي بن مهيدي عمل لم يكن الاهتمام به بمستوى عظمة هذا الشهيد عقد الإنتاج كان سنة 2010 وتأخر التصوير إلى غاية 2015 ثم توقف من جديد الآن هو متوقف منذ 5 أشهر تقريبا والخسائر الناجمة عن هذا التأخير تزداد يوم بعد يوم عن هذا الفيلم عن مشاكل التصوير وأشياء أخرى نرحب بمخرج هذا الفيلم السيد بشير درايس أهلا وسهلا بك
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم ازول في اللون. اهلا ازول في اللون، مساء الخير بشير درايس، نرحب بك في فقره بين قوسين لنقاط على الحروف. قبل ان نبدا النقاش نتابع معا هذه الومضه الاشهاريه للفيلم العربي بن مهيدي ثم نعود من جديد. بداية هناك تساؤلات كبيرة تحوم حول التأخير ليعرفوا التصوير الفيلم، كلنا رانا ننتظروا فيه لكن يبدو أنه فيه مشاكل كبيرة تسببت في هذا التأخير. بداية وين راه متوقف الموضوع هذا سيد بشير؟ تفضل. هو الفيلم بالمهدي راه متوقف منذ 7 أشهر لمشاكل إدارية ومالية. دونك الفيلم هذا بدينا كنا رايحين نصوروه لو كان كانت الامور ماشيه كما يرام كان راح يتصور في 2012، لكن ما تحصلناش على رخص التصوير حتى 2015. لماذا؟ الوزارة الثقافة هذاك الوقت خرجت لنا واحد القوانين، كل الافلام اللي تتعلق بالثورة لازم لها رخصة خاصة، اون اوتوريزاسيون سبيسيال دو غوفرنمون. دونك حنا كنا ديجا بدينا الخدمة وما تخرجوا لنا هذو لي زوتوريزاسيون، هذو اللي عطلونا بزاف. دونك من 2012 ما بديناش حتى 2015. هذا التصاريح من المفروض الوزاره الوصيه هي اللي تتكفل بها، اليس كذلك؟ هي مشكل كبير. هذا الفيلم هذا الفيلم كان راح مع في الاول كان راح يكون انتاج مشترك جزائري بلجيكي فرنسي، هذه في الاول كاع. من بعد في 2011 2012 كيخرجوا القوانين تاع كل عامل حول الثوره الجزائريه اللي يتطلب رخصه خاصه من وزاره الثقافه وزاره المجاهدين، بقى الفيلم معطل بلوكي حتى 2014. كان ما عندنا عقد، كان عندنا عقد وكان العقد بلوكي. احتاجت ناديه شرابي وزاره الثقافه باش هي اللي سرحت الفيلم وبدينا التصوير بثلاث سنوات تاخير. والميزانيه اللي كنا نخدموا بها اللي خدمنا بها ميزانيه تاع 2011، في 2011 اللي درنا ميزانيه باش نبداو في 2012. واليوم العمله الصعبه طلعت، الدينار انخفض كما يقولوا كل الاسعار ترفعت. دونك الميزانيه هذيك تاع 2011 قدرنا نجدوا بها 80% من الفيلم. دونك اليوم الفيلم راه مصور. تصور صورت في الجزائر او صورنا في الجزائر وفي الخارج. صورت جزء في الجزائر وجزء كبير في استوديوهات طارق بن عمار في تونس. جستمو المشكلة تاع استوديوهات طرحة من عدة وزراء وعدة صحافة ولحد الآن لا نملك استوديوهات لتصوير أفلام من هذا النوع ومن حتى من أنواع أخرى. لا هي ما ضحكوش على روحنا، كيما نقول لك اليوم في الجزائر ما عندناش استوديوهات، ما عندناش فرق تقنية اللي تقدر تسمح لك باش ديري فيلم عالمي. ما نكذبوش بكل سون ديماغوجي سون ما استثمرناش. ولكن بشير اوكي احنا ما استثمرناش، راح نتكلموا كثير في هذه النقطه، لكن في القديم علاش مخرجين كبار عملوا افلام ثوريه ونالت شهره عالميه وتم تصويرها فقط في الجزائر؟ اليوم الفيلم كاين الفيلم الثوري اللي نال شهره عالميه سي هو معركه الجزائر اللي تصور في 64 في 65. الفيلم الوحيد اللي نال شهره عالميه على حسن ظني دونك يعني مصور في القصبة، ما من معركة الجزائر، إن بارتي كانت مصورة في استوديو. هذاك الوقت هذاك الجزائر كانت السينما في الجزائر في التقنيين المخرجين والوسائل كانت أحسن من دوك، باش نكون صريح. حنا الجزائر في العالم. طيب أنت تتكلم على مشكل استوديوهات لا مشكل تقنيين؟ لأنه هنا في الجزائر عندنا عدة مشاكل باش نديروا فيهم. عندنا مشاكل تاع تقنيين اللي ما كاش لا غولاف وجوردي، ما درناش لا غولاف، ما عندناش التكوين، ما استثمرناش التكوين. كاع التقنيين في الستينات بعد الاستقلال الجزائر كانت عندها معهد لتكوين المخرجين التقنيين وكانت تبعث كل عام تبعث طلاب لاكبر المعاهد في اوروبا في الاتحاد السوفيتي في بولونيا في فرنسا في تشيكوسلوفاكيا. كل عام كانوا جامعيين يروحوا، كل عام كانوا 10 15 جامعيين يروحوا يدرسوا في اكبر المعاهد السينمائيه في العالم. هذه حقيقه. كانوا في التصوير في الاخراج في التركيب في الديكور في كل المهن السينمائيه كانت الجزائر تبعث. هذه بالنسبه للتقنيين، لكن الاماكن كانوا التصوير يتم هنا في الجزائر. صح المشكل في المشكل احنا ما صورناش في المشاهد، ما احناش صورنا المشاهد الخارجيه في الاستوديو، صورنا المشاهد الداخليه
اليوم مثلا احنا في تونس واش بنينا في تونس؟ بنينا بسكرة تاع العشرينات والثلاثينات. اليوم ما عندكش مدينة اللي تقدر تديري فيها ديكور تاع 1930، ما كاش. بسكرة احنا صورنا بارزون بسكرة وقسنطينة. بسكرة اليوم كلش تغير فيها. احنا حاولنا باش نصوروا في بسكرة، حاولنا، رحنا درنا دي روبيراج، ما بقى فيها والو، كلش مودرن اليوم. بالنسبه للمخرجين اللي عملوا افلام تاريخيه وصوروهم هنا، يعني مؤخرا مثل فيلم العقيد لطفي مثل، وصوروهم هنا وما قالوش انه ما لقيناش استوديوهات، ما لقيناش. انا باش نكون صريح معك، العقيد لطفي ما شفناش مشاهد صرات في مدن بن مهيدي. احنا نتناول 20 سنه تاريخ. بن مهيدي عاش في عين ليلى، في بسكرة، في قسنطينة، في الجزائر العاصمة، في تلمسان، في وهران، هذو كاع عاش في المدن. عاش في المدن. الأفلام التاريخية اللي راكي تكلمي عليها، أنا الأفلام اللي شفتها اليوم 95% من الأفلام هذه صرات في الجبال. تسمح حبيت نفهم منك، راك حاب تطلع المستوى تاع ال مش نطلع المستوى. أنا صديقة نعم. فيلم اليوم كي تناول شخصية العربي بن مهيدي اللي هي شخصية كبيرة اللي أبهرت اكبر الجنرالات الفرنسيين، لازم نديروا فيلم في مستوى العربي بن مهيدي ولا ما نديروش. انا الشرط اللي طلبته ونديروا فيلم على اللي هو على في بمستوى عالمي، بمستوى العربي بن مهيدي، بمستوى المتصدر اليوم الفيلم. الناس الجزائريين استنوا فيه، والجزائريين عندهم كما اقول لك حب خاص بابن مهيدي، عندهم اون افيكسيون، عندهم. دونك حنا اليوم ما عندناش الحق باش ندير لهم نغتال بن مهيدي مره ثانيه، باش نكونوا صريح. باش نكون انا صريح معك سي اليوم. خاصة بعد هذاك التمثال، باش نكونوا صراحاء اليوم. خاصة بعد الشعب الجزائري، اليوم الشعب الجزائري غير راضي. كاين الناس ما تقولهاش باسكو غير راضي بمستوى الافلام الثوريه اللي تصورت لحد الان. انا نقولها بكل صراحه. وما حتى يشوفوهم. حتى يشوفوهم. ايه دونك الافلام اللي تشوفوها اليوم، انا راني في انسان شعبي، عايش في حي شعبي، ورحنا الشعب غير راضي بالمستوى اللي راه تصور به ولا اللي راه تعرض فيه الافلام. اصلا ما شفناهمش كما قال لك سليم. دونك هذه حقيقه. والافلام اللي راه تصور اليوم في الجزائر اللي باموال كبيره بزاف، باسكو الدوله الجزائريه ليطال الجيريان لا ايتي جينيرو الجزائريه صادق سخرت اموال كبيره بزاف للسينما والثقافه. هذه ثاني ما نقدروش، اون بو با كراشي دون لا سوب كما يقولوا. في لو كان نعاودوا نرجعوا من 2000 حتى 2015، الدوله الجزائريه سخرت كل الامكانيات الماديه، شغل الماديه. ما نقدروش نقولوا اليوم الدوله ما مدتش الاموال ولا ما مدتش الوسائل. هذه اللي قال لكم الدوله ما مدتش، سي اون غراتيتود. الدوله مدت، المشكله راه فينا حنايا المخرجين، الناس اللي تشرف على اخراج وانتاج هذه الافلام، ماشي الدوله مدت درام باش نكونوا. بشير، حبيت نولي على واش قلت من قبيله كونسيرنون لي تكنيسيان، يعني لا رولاف. كاين مشكل واحد اخر في الفيلم تاعك اللي هو مشكل الاخراج. انا شفت يعني كي بديت يعني البروجي تاعك سيتي سليم رياض كي دوفي لو رياليزي، ومن بعد جبت ان جون رياليزاتور ايميغري مغترب من فرنسا اسمه شاد شنودة، ومن بعد تو ابوندوني هاد ليبوتيز وخديت اسمح لي نكمل مرك، وخديت على عاتقك الاخراج تاع الفيلم، وانت معروف اكثر كمنتج كمخرج. يعني اسكو سي ني با ريسك، يعني خاصه انك تو ان بروديكتور وريزاتور اللي معروف بالفرون بارلي تاعك، كاع لي بروفيسيونيل يسناو البروجي تاعك العربي بن مهيدي، خاصه مستوى العربي بن مهيدي. مستوى العربي بن مهيدي، اسكو تو نا با بري لو ريسك، يعني باش لو فات ما جبتش ان ريزاتور تكنيسيان دو رونون. كنت تكلمت لي على كين لوتش اللي دا السعفه الذهبيه عندها اقل من ثلاث ايام في كان، اللي كان شارك في دراسه السينما. كان لوتش بعثنا له، دخلنا في كونتاكت مع كان لوتش ليبوك، مي كان لوتش قال لك ما لا انتريس با، شي سابا لا انتريس با، قال لك عنده المشاريع تاوعو، عنده يقرا السيناريو، وعطانا بعض النصائح.
في الفيلم قال لك انا ما نقدرش، قال لك انا عندي مشاريع تاعي بور لي 10 ان فينير، دونك ما نقدرش. كان يخدم في فيلم، كان يكتب في هذا الفيلم لي جاز في كان اللي داس عقاثه، دونك اون لا كونتاكتي. ومن بعد فينالمون انا اليوم بالنظره تاعي سي الافلام، حول افلام جزائريه لازم تكون باخراج جزائري. وما صبتش مخرج جزائري قادر يدير فيلم العربي بالمهيدي؟ اليوم علاش نحوس مخرج جزائري واحد اخر؟ كان مخرج انا قبل ما نبدا الانتاج درت مخرج، درت كنت مخرج. انا كنت نشتغل في فرنسا كنت نشتغل مخرج. الفيلم الاول اللي درته تاعي باموال فرنسيه كان فيلم نطوك مخرج، دونك علاش راح نحوس مخرج واحد اخر؟ اون بلوس هذا البنمهيدي سي با ان كوموند. الافلام اللي كاين بعض الافلام اللي سي ان كوموند، هي الدوله هي اللي تطلبها، هي تطلبها. هذا الفيلم هو من انا اللي درت شرفت عليه، انا شرفت عليه، وانا اللي راح تحوس على الكتاب سيناريو باش كتبنا السيناريو. دونك ماشي سي با ان كوموند سي باشر، يعني سامحني في هذه النقطه بالذات، يعني شخصيات من هذا النوع، يعني شخصيه تاريخيه ثوريه كبيره، عاده يعني كي كتبوا سيناريوهات ولا حياتهم تكون هناك دائما مشاكل مع الاسره مع العائله، يعني على بعض التفاصيل، يعني يعترضوا على هذه النقطه وعلى هذه النقطه. يعني انت في كتابه هذا السيناريو اللي اعطيته يعني الناس مختصين وفيهم روائي، يعني هل لقيت تفاهم واتفاق تام مع اسره الشهيد العربي بالمهيدي حتى لا تقع مشاكل اخرى، حتى لا تقع مشاكل فيما بعد ويحدث اعتراض كما المشكل تاع كريم بالقاسم؟ صحيح. الفيلم تاع كريم بالقاسم احنا قبل ما بدينا نكتبوا، الاشخاص الاولين اللي دخلنا معاهم في اتصال كانت العائله، كانت الاخت ظريفه بن مهيدي والزوج تاعها الله يرحمه حساني عبد الكريم. حساني انا لو كان ما عطاوليش الموافقه تاعهم ما كناش نديروا الفيلم. دونك قبل ما نكتبوا المشهد الاول حتى عطاونا الموافقه تاع العائله وخدموا معنا وعطاونا كل واش كان عندهم. حتى اليوم رانا نتعاملوا مع العائله، كل ما كيما نقول لك شاك فوا كون افونس دون المونتاج ولا نجيبوا العائله تشوف. يا ميم با ثلاث ايام جبت نجل محمد بوضياف، ناصر بوضياف، ناصر بوضياف جا شاف حكى جوستومون في فيسبوك قال بليكم كوا صورت الاب تاعو في الفيلم وكان راضي على التصوير. دونك انا ماذا بيا باسكو ما عندنا ما نخبيو. انا جبت شاك فوا ندير شخصيه تاريخيه نجيب العائله باش تشوف الا رانا غلطين، ما راناش غلطين. نعم باش ما يكونش عندنا مشاكل فيما بعد. طيب انت قلت انه هذه الشخصيه تاع العربي بن مهيدي شخصيه عظيمه، الشهيد السيره نتاعو سيره غنيه واللي ابهرت كل العالم، وقلت انه لازم نعطوا له حقه من كل النواحي، خاصه لما نشوفوا احنا المشكله تاع التمثال اللي هي الاساءه لهذا الرمز البطل. هنا يعني كيفاش راح انت تتصور النهايه تاع هذا الفيلم؟ لك تقول انك صورت فقط 80%، بقات 20%، حتى لو بقات لك 1% هذا الفيلم غير مكتمل. اليوم الفيلم غير اليوم الفيلم عنده مشاكل كبيره، باسكو الفيلم هذا انتاج مشترك بتمويل وزاره المركز الوطني للابحاث التاريخيه تاع وزاره المجاهدين والوكاله الوطنيه للاشعاع الثقافي تاع وزاره الثقافه. دونك هما مولوا اليوم تقريبا 60% من ولا 70% من الفيلم. كاين بعض المستثمرين الخواص اللي مشاو معنا، نقدروا الى عندنا الحق نهضروا عليهم. عندنا لاسوناتراك، سونالغاز، الجيري تيليكوم، عندنا كوندور، عندنا موبيليس، عندنا هذو قاعد داخلين. وشحال لازم من اموال حتى يكتمل الميزانيه تاع الفيلم؟ كيما الميزانيه تاع الفيلم اليوم كيما هضروا عليها الصحافه، الفيلم هذا باش يكمل لازم له 100 مليار. اليوم ما قدرناش، خصونا واحد 15 مليار باش نكملوه. ما قدرناش نلايمو هذا، قلت لك الدوله اليوم مدت 50 مليار. باش ما نكونوش كيما نقول لك ما قسطوش، مدو واش كان عليهم. نعم ولكن لكن اليوم التاخير اللي درناه اليوم ناجم عنه خسائر بطبيعه الحال. خسائر كبيره باسكو ارتفاع التكلفه، يعني خلات هي التكلفه لازمنا 100 مليار باش نديروا الفيلم هذا. الفيلم ماشي فيلم محلي، فيلم عالمي. التقنيين، الديكورات، الملابس، كلش جايه من الخارج. وكاع الناس اليوم اللي شافوا الفيلم
اي كومبري لي زيون دروا تاع لا فامي تاع تاع بن مهيدي ولا تاع بودياف ولا تاع ديدوش ولا تاع بن بولعيد كاع راهم راضيين بال 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 النوعيه تاع الفيلم. التقنيين اللي خدموا الفيلم تقنيين عالميين، المصمم الملابس، مصمم الديكور، المدير، يعني المشكل مدير التصوير، نعم. مدير التصوير تاع الفيلم هذا كان عنده فيلم في كان كمخرج تاع لا فامي كوبولا. دونك اللي راه درنا الموسيقى كانت تشتغل مع اونيو موريكون، واليوم هي اللي دارت كل الافلام الموسيقيه تاع روبرت فورد نعم يعني الان المشكل هو مشكل تمويل يعني مالي. صدق اليوم مشكل التمويل، علاش مشكل التمويل؟ باسكو السلطات الجزائريه ما عطاتناش الرخصه باش نروحوا نجيبوا اموال من الخارج. قال صدق قال لك بن مهيدي ما نخليوش الخارج يمولوا لنا فيلم على بن مهيدي. الشوز اللي كيما نقول لك حاجه اللي واحد نقبلوها سي نورمال، هذا هو ديبي سي باغي نورمال. ولكن تقول 15 مليون، 15 مليون هو مبلغ ضئيل جدا امام 50 15 مليار، هو مبلغ ضئيل امام 50 مليار. صحيح. هي مده 50 مليار 15 مليار ما تقدرش عليها. المشكل وراه المشكل سيك احنا كيما نقول لك لقينا بعض الممولين في الاجانب اللي ما عندناش الرخصه، ما عندناش الرخصه باش. لكن سي بشير 15 مليار يعني مبلغ ضئيل جدا تقدر تحصل عليه الا فقط من بعد الممولين، اي ممولين علاش تروح للخارج؟ هذا 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 المشكل لازم تطرحوه للوزارتين. هل طرحتهم؟ انتم راكم تقولوا ماشي حاجه بصح هما قال لك ما عندناش الاموال ولا بالنظر. احنا كاين برامج يعني برامج تلفزيونيه فقط التكلفه تاعها اكثر من 15 مليار. صح ولا لا؟ صح سليم. يعني نحتجزوا فيلم مثل هذا على جال 15 مليار هذا شيء يا هي ذكرنا في كيما ذكرنا في يقول لك كيما يقول لك الكونتاكت ما راهش كوبي، رانا في رانا معاهم في اتصالات في اتصالات رانا راهم يحاولوا بس يسيبوا لنا الحلول باش ما يقولوش ايزون با ابوندون الفيلم ايزون با ابوندون. ممولين الخواص هنا هما قال لك الاحوال تغيرت واليوم التقشف وعندنا ديزانستركسيون اونتر تو الفيلم كيما يقول لك الخساره راه تكبر باسكو عندنا كل الملابس اللي مكريه في الخارج راه في الجزائر مكريه حتى الان تحسب يوم بعد يوم. عندنا بعض الاكسسوارات اللي كريناها في الخارج مازال مقاردينها باسكو لو كان نرجعوها ما نقدرش نكملوا الفيلم. صح. بشير وزير الثقافه سي عز الدين مهوبي تكلم قال بلي الان لازم نخمو باش نسبونسوريزيو يعني لي برودوي سينماتوغرافيك. تكلم بزاف على لانفستيسمون ايترونجي والانفستيسمون لوكال على الافلام على السينما وحتى الاف سي يو يعني تاع السي علي حداد راهو راح يتخصص في الانتاج السينمائي والسمعي البصري. واش رايك في هذا الشيء؟ نو هذه سي حاجه مليحه. احنا في الفيلم ده عندنا بعض الممولين الخواص، عندنا واحد 15% ولا 20% الخواص هما اللي مولوا. لكن اليوم كاين اورجونس، الشيء اللي تكلم عليه راح يطلب وقت، راح يطلب وقت، راح يكون دي كونفونسيون، راح يكون اتفاق، راح يكون كيما نقول لك دي نيغوسياسيون. اليوم بن مهيدي لي اورجون باسكو الفيلم راه يخسر. حنا دوكا ديجا رانا نخمو في اعاده كتابه السيناريو باسكو صح مكمله 80% صح 80% دوكا فهمك 80% اليوم كان ما بداوش تورناج يعاود يرجع 50%. كاين بزاف لسان اللي كيما الاطفال يكبروا نعاودوا نرميوهم لسان هذوك ما نكملوهمش. دوك اليوم راه 80% في ثلاث شهور يقدر يرجع 50%. التصوير اللي بقى داخل الجزائر مش داخل الجزائر. كاين لحظه فقط يعني سي بشير انت قلت في كلامك يعني في تصريحاتك باللي انت حاب تصنع فيلم سينمائي وليس فيلم ثوري. صح سينمائي وليس فيلم ثوري، يعني واش تقصد الفرق بين السينمائي والثوري؟ يعني ما دام يتناول شخصيه ثوريه وتاريخيه كبيره يعني واش تقصد بهذا المعنى؟ صدق كي صرحت باللي انا قبل كل شيء ندير فيلم سينمائي باسكو اليوم المشكل اللي عندنا في الجزائر عندنا مشكل تاع الشباب اللي هما ما راهمش مهتمين بالثوره، هذا مشكل. احنا حضرنا في 4 مارس احتفال اليوم تاع الاغتيال العربي بالمهيدي، لقينا روحنا في 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 السيميتير في 15 في العاليه في 15. تسالنا مع ناصر بن مهيدي، درتوا ابل فيسبوك، درنا ابل فيسبوك، تسالنا مع ناصر بودياف مع ظريفه بن مهيدي سبب الغياب هذا، وراهم هذو كشافه، وراهم التلاميذ، وراهم طلبه تاع التاريخ، وراهم احنا كما نقول لك كنايتي شوكي. لقينا رحنا في 15 ونقدروا نحسبوهم ظريفه بن مهيدي، اغي الحريز، اولاد الشهداء، ولا اللي عندهم علاقه بالشهداء. ما كاش مام السلطات كانت غايبه، مام السلطات كانت. احنا تفاجئنا كيفاش هذا بن مهيدي اللي اكبر رموز تاع الثوره الجزائريه 4 مارس مره في العام
ما قدرناش نجيبوا التلاميذ والطلبه وتاع الكشافه والرياض. بن مهيدي كان كشاف، كان رياضي، كان ممثل، كان ما قدرناش نجيبوا اليوم 40 ولا 50 طالب نجيبوه. دونك المشكل عندنا تاع الشباب اليوم. باش الفيلم هذا، راه الفيلم اللي كتبناه حنايا، الصناعه اللي كتبناه موجه للشباب. كاين قصه سينمائيه اللي هي مقتبسه من الحياه. المجاهدين والشهداء كلهم كانوا شباب، كانوا في عمر الظهور لما قادوا ثوره مثل ثوره الجزائر. كل قاده تاع القاده تاع الثوار اللي كانوا كان ما كانش عندهم 20 سنه. نعم. في 45 كانوا كاع تحت 20 سنه. طيب انا عندي سؤال، تفضل. عفوا ليلى. ما جاوبتوش. الجواب لم يكتمل يعني في حقيقة. حسيتوا باللي ما اكتملش. بشير انت لا نجاوبك، خليه يكمل. بشير انت خدمت بزاف، يعني اشتغلت بزاف مع التلفزيون الجزائري. معظم الافلام تاعك يعني منتجة او فيها انتاج مشترك مع التلفزيون. علاش مثلا العربي بن مهيدي باسكو راك تحوس على انتاج يعني مكثف مع اطراف اخرى، علاش التلفزيون ما راهوش مشترك معك في هذا العمل؟ علاش مثلا التلفزيونات الاجنبيه، كي كنت تكلم على التلفزيونات في الخارج، هناك تلفزيونات في اوروبا ممكن تاخذ بعين الاعتبار اذا شفت ان العمل يحتاج الى ترويج. احنا الافلام اللي درتها لحد الان كان واحد 12 فيلم، كاع انتاج مشترك. كاع لا ماجوريتي تاع مرزاق علواش، كاع ماشي غير مرزاق علواش، مرزاق علواش، عبد الكريم بهلول، كاع الافلام اللي درناها كاع انتاج مشترك مع قنوات فرنسيه ولا بلجيكيه. صح. بن مهيدي قلت لك مع الاول كنا رايحين نديروا انتاج مشترك، ماشي القنوات اللي ما حبتش، السلطات الجزائريه اللي رفضت كل تمويل خارجي. كل تمويل خارجي. السؤال مطروح، التلفزيون الجزائري ماشي غير بن مهيدي، كل الافلام اللي تصور فيها وزاره الثقافه اليوم ولا قسنطينه ولا تلمسان ولا هذه كاع ماشي داخله فيها التلفزيون، ماشي مشكل تاع بن مهيدي. مشكل ماله تاع تلفزيون تقشف. مشكل تاع ان كورديناسيون اونتر لو مينيستير دو لا كومونيكاسيون اي لا كولتور في العالم باسره. كل التلفزيونات تشتري الاعمال السينمائية، تنتج صح. تنتج وتشتري سكون ابل لي كو برودكسيون اي لي بري اشا. في الجزائر مشكل مطروح، علاش ما كاينش تنسيق بين وزاره الثقافه ووزاره الاتصال والتلفزيون؟ من المفروض كل الافلام اللي تمول من طرف صندوق الدعم تاع وزاره الثقافه تمول اوتوماتيكيا من وزاره من التلفزيون، لكن هنا كاين مشكل لازم يتحل. طيب. باسكو في السينما في العالم باسره ممول من طرف التلفزيون، هو يروج، هو يمول، هو يوزع. هنا في الجزائر كاين مشكل، التلفزيون الجزائري في واحد الوقت كان يمول، الربع سنوات الاخيره ولا ما يمولش. المشكل لازم يتعالج. طيب انا عندي سؤال، علاش كل الافلام الثوريه السينمائيه اللي اندرت في الجزائر تروي حياه الشهداء، يعني شهداء الثوره الرجال، ولا توجد قصص تخص الشهيدات اللي هي المراه الجزائريه اللي كانت الى جنب اخيها الرجل في هذه الثوره، مثلا كما حاسبه بن بوعلي، كما جميله بوباشا، حتى الفيلم الوحيد اللي تكلم على مجاهده جميله بوحرت كان انتاج مصري. لماذا لا تهتمون فقط بالعنصر الرجالي والنسائي؟ هذا مشكل مطروح في هذا مشكل مطروح كما نقول لك، سؤال في محله. هذا المشكل المطروح اللي نطرحه لكل المخرجين. هل لازم تكون المراه هي اللي تكتب باش تكتب على المراه؟ لازم تكون المراه، لازم تكون. هذا المشكل المطروح من 62 حتى اليوم، من 62 حتى اليوم السينما كانت في الجزائر موجوده، المؤسسات اللي تنتج موجوده والاموال موجوده. علاش ما درناش افلام غير ما خرجنا في الاستقلال؟ علاش ما درناش افلام ديجا نبداوها بالشخصيات سواء نساء ولا رجال؟ وعلاش حتى لسنينا 50 سنه باش نديروا افلام على بن مهيدي وعلى ابو المولعيد وعلى كاين بزاف الناس اللي تستحق افلام وما درناش عليها افلام؟ وما رانيش بلي دوك ما رانيش شاك بلي كاين الاموال اللي راح تمد لافلام واحده اخرى، باسكو الجزائر اليوم تعاني في مرحله اقتصاديه صعبه، ما راحش تزيد تسخر الاموال اللي سخرتها من قبل. دونك ضيعنا وقت كبير. احنا المشكل تاع السينما الجزائريه ماشي في الثوره،
كل الافلام اللي تناول الذاكره الجزائريه بطبيعه الحال. من غير معقول هو ما عندناش افلام كمل ما عندناش افلام على الحاج العنقا وكاتب ياسين ومولد العمري ومحمد ديب وما عندناش افلام كنروح لمصر اليوم كمل الشيخ الشقير كنروح لمصر نلقاو افلام حول عبد الحليم حول طه حسين حول ام كلثوم. احنا اليوم ما عندنا ولا فيلم حول الشخصيات الثقافيه ولا الفنيه ولا السياسيه تاع الجزائر. كاين بعض المراحل اللي جات اللي صرات في الجزائر مراحل تاريخيه ولا سياسيه اللي اثرت على المجتمع الجزائري ما عندناش افلام. صحيح بشير يعني قبل ما تجاوب كملي السؤال يعني تقصد الفيلم السينمائي كاين ظاهره جديده الان في الفتره الاخيره يعني كان هناك ازمات على مخرجين جزائريين، هناك مخرجين غير جزائريين الان وكلت لهم مهام اخراج افلام مثل احمد باي مثل ابن باديس، انت هل انت مع هذا التوجه يعني نحو في نفس السياق سليم؟ هي ما كاينش مشكل تاع مخرجين، اللي قال لك كاين مشكل تاع مخرجين يكذب عليك، ما عندناش احنا كاين اليوم تروحوا في كل مهرجان ما كاينش مهرجان عالمي اللي ما كاينش مخرج جزائري. لكن مخرج صادق انديفيديوالمون. اليوم نحكموا مرزاق علواش الافلام تاعو تشارك في كل المهرجانات، نحكموا لي السالم، نحكموا عبد الكريم بهلول، نحكموا رشيد بوشارب، مخرجين كاينين. اليوم اللي قال لك المخرجين ما كاش ما عندناش ازمه تاع مخرجين، عندنا 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 كومبلكس سكون ابل ان كومبلكس دافيوريتي، عندنا عقده ما عندناش مخرج. اليوم في التقنيين عندنا مشكل تاع التقنيين، عندنا مشكل تاع وسائل، مش تاع استوديوهات تاع كاميرات تاع الصوت، لكن ما عندناش مشكل. الجزائر من 62 حتى اليوم ما عندهاش مشكل تاع المخرجين. كاين مشكله اللي داروها السلطات، هذه حقيقه. هذا العشر سنوات الاخيره بدوا اموال المخرجين اللي هما مش مخرجين، دونك اليوم المشاهد كيشوف فيلم غير راضي. لكن هذا ماشي المشكل تاع المخرجين، المشكل تاع الدوله اللي مدوا الاموال للناس باش يخرجوا الافلام اللي هما ما عندهمش الكفاءه باش يولي مخرج. هذا مشكل اللي مازال مطروح في نهايه الفقره نهايه الوقت. في نفس السياق يعني باش نكملوا مشكل تاع المخرجين، وزاره المجاهدين قالت بلي انت ما عندكش الدروا باش تجيب مخرج فرنسي باش يدير فيلم العربي بن مهيدي. في نفس السياق وزاره الثقافه سمحت لمخرجين سوريين باش يديروا افلام حول الذاكره الجزائريه بن باديس واحمد باي وغير ذلك. وهنا عندنا مثل ثالث اللي هو زكريا رمضان اللي يدير لي فيلم داكسيون كما يقولوا، اللي واحد يدير فيلم بانتاج من طرف وزاره الثقافه وزاره الدفاع الى غير ذلك بمخرج فرنسي. يعني كاين هنا يا ان بروبليم دو فونكسيونمون في لا ديستريبيسيون دي رول تاع لي ريزاتور. هذو كيما يقول لك مازال ما عاد صرات، هو اللي صرح قال لك راح نجيب فيلم مخرج فرنسي باموال الجزائريه. لا عطى اسمه كلش، صرح في جريده المجاهد. انا نهضر على حاجه كي تكونكريتيزا كون سا كونكريتيز اون بارل، دونك بور لانستون سي با انكور كونكريتيزي. مي واحد اللي دار افلام بالوسائل تاعو ولا بالاموال تاعو يقدر يجيب واش يحب، لكن كي نديروا افلام مموله من طرف الدوله الى كاين مخرجين في الجزائر، وكاين مخرجين في الجزائر اللي لاباس بهم، ما عطاولهمش الامكانيات. باسكو كي نهضروا على العقده، في الجزائر عندنا عقده، يجيك مخرج اجنبي نروح نستناوه في المطار ونديوه للشيراتون ونجيبوا له هذا المخرج اللي كنت تكلموا عليهم سوريين حكوا لي واحد القصه، قال لك نهار خرج من المطار ما عجبتوش السياره اللي داروها له، لازم يغيروا له السياره. ما لو كان جزائري يقول لك جزائري ما يديرهاش، ما كان يديرهاش شغل اللي بان باللي طيب. هي سيلوجيك، مخرج عنده الحق يختار المكان اللي بات فيه والسياره اللي يمشي بها والسائق اللي يسوق به. لكن غير مثال بسيط، جزائري كيجي ما عندوش القيمه تاعو. طيب ما تقيموش. شفنا المشكل تاع المخرج اللي جابوه لاخراج فيلم الامير عبد القادر اللي هو كان اكثر سكوندال، وقال السكوندال دو سيكل تاع كيما نقول لك كارثه في السينما الجزائريه. طيب انت ذكرتني هنا بنقطه، كيفاش خرجت الفلوس اللي اخذوها المخرج والطاقم اللي تكفل بانتاج هذاك الفيلم؟ كيفاش هذاك الفلوس خرجت من الجزائر؟ راك تقول هناك مشكل تقني. عندنا مشكل كبير باش نخرجوا الافلام. كيفاش خرجت هذيك الاموال؟ الفيلم امير عبد القادر كان هو فيلم كيما نقول لك ما باريني بار ليتا، كان ايتي باريني ميم لو بريزيدون لا ريبوبليك. باسكو الامير عبد القادر او ديبار كان مشروع
كما نقول لك انيسيي بار لو بريزيدون لا ريبوبليك. دار ثقة في السلطات، عطاو لهم كل الوسائل، وهذ الناس اللي كانت تشرف على هذا المشروع اللي ما خدموش العمل تاعهم وخانوا الثقة تاع الدولة وخانوا الثقة تاع رئيس الجمهورية وتاع الوزير الأول، باسكو لازم واحد يهضر كيما نقول لك. انا شوف انا تتكلم على وزير الثقافة اللي كانت هذاك. انا مخرج، انا فنان حر، انا ما عمري ما خفت حتى واحد لو كان تشوفوا واش نكتب واش ما انا انسان حر ما خاف. المشكل تاع الامير عبد القادر سي ان بروبليم دو ترايزون. يا باك الامير عبد القادر، بوكو دو فيلم الجيريان اون تيتي تراي، صدق تمدوا دون دي كونديسيون نون ترونسبارونت، ما كاينش شفافيه، وما كاين لا حساب لا عقاب لحد الان، ما على بالناش هذه الاموال اموال ضخمه. كان بعض الاشخاص في الجزائر مسؤولين على بعض القطاعات وبعض الشركات يديروا واش يحبوا. كانوا حاسبين روحهم بروتيجي ولا ما على بالناش يديروا واش يحبوا، يتناولوا المواضيع اللي كما يحبوا هما، يسيروها كما يحبوا، يجيب المخرج اللي يحب، يروح للمهرجانات كما يحب، ما كاينش اللي حاسبوا. طيب احنا المشكل كي نجيبوا مخرج من الخارج واش يصرى؟ ها صرنا مشكل مع المخرج الامريكي اللي هو ماشي مخرج كبير، باش الناس تعرف، ماشي مخرج سي با مارتين سكورسيس ولا ريدلي سكوت ولا كان جا مخرج عالمي كاع نجيو نتفرجوا ونخدموا معاه. انا لو كان جابوا ريدلي سكوت نعاود نرجع متربس، انا نقدر نخدم مع ستاجير. تجيبي مخرج اللي نابورت كال غاليزاتور الجيريان يقدر يدير الخدمه هذه، تروح تجيبي مخرج وتعطي له صالير تاع 20 مليار، والمخرج الجزائري تعطي له صالير تاع 300 مليون. هذا هو المشكل. المشكل انه حتى هذا الفيلم ما بان عليه حتى جديد، ما تصورش. هذه الفلوس خرجت من الجزائر واخذوها هذو التقنيين، وما كانش متابعه، ما كانش محاسبه في هذا الموضوع. لكن احنا نتمنى فقط انه ال 20% تاع واش بقى من التصوير العربي بن مهيدي ان شاء الله. لا هي باش نكون باش المشاهدين يعرفوا باللي احنا رانا في راح نصيبوا الحلول. كان حل، كان زوج حلول، كان بعض الاجانب اللي حابين يمولوا الفيلم، وكان وزاره الثقافه ثاني اللي راها تسبنا الحلول ان شاء الله. نتمنى عندهم حلول، وكان يحبوا يصدق الوزارتين. نعم الا حبوا بلي بن مهيدي يخرج في الاربع اشهر القادمه يقدروا. الا ماشي حابين صحة. نعم شكرا لك بشير درايس المخرج السينمائي، نتمنى لك كل النجاح والتوفيق، ونتمنى ان شاء الله هذا الفيلم يرى النور ويكتمل التصوير تاعو ونشوفو. انا الحاجه اللي بقات في قلبي ما جاوبتوش على السؤال تاعك. جاوب بس باش سؤال مليح، قال لك علاش صرحت باللي الفيلم يكون سينمائي ماشي ثوري؟ باش اليوم باش نقدروا نوصلوا الرساله للجمهور، باش ما يملش، لازم نركزوا على الجوانب السينمائيه العالميه التقنيه. اليوم الناس لو بوبليك دوجوردي الي تري اكزيجون سور بلان استيتيك، ايماج، اكتور، كوستيم، ديكور، صون ميوزيك، يعني ما يكونش بالطريقه التقليديه اللي متعودين نشوفوها. هذيك الطريقه التقليديه خلاص اليوم، باش الجزائري صادق الشاب الجزائري تاع 18 سنه ولا 17 سنه ولا 20 سنه باش تحكموا ساعتين هو يشوف الفيلم، لازم دير له فيلم اللي يشبه الافلام اللي راهي تشوف فيها اليوم في القنوات الخارجيه. ان شاء الله نشوفوا فيلم. ما البلدان المجاوره والبلدان العربيه تقدموا نعم. في التقنيه، في الموسيقى، في الديكور، في الملابس. نتمنى وحنا نلحقوا باش نشوفوا فيلم من هذا المستوى. شكرا لك سي بشير درايس المخرج السينمائي. مشاهدينا الكرام، بهذا انهي معكم حلقه اليوم من نقاط على الحروف، نلتقي في الاسبوع المقبل بحول الله، وهي ستكون اخر حلقه قبل ان نختم هذا الموسم. شكرا لكم جميعا والى اللقاء.